استغربت اني جيت لعندك؟ صح، تفاجأت انه مين دلك علينا، كيف وصلت لهون؟ صراحة انا ما وصلت، مشيت الشارع كله لو وصلت لهون. بس نحن كل بيت بنزوره قبل بنعمل احصاءات بالمنطقة وبنشوف اي حالة هي اكثر حالة بحاجة انه نزورها ونوصل على بيتها لنعمل لها تجديد، طلعتوا انتوا معنا. يعني من بعد ما تشاورنا انا وفريق العمل اللي معي لقينا انه انتوا اكثر حدا بالمنطقه انه بحاجه انه يتساعد، وخصوصي لما عرفت انه جوزك عسكري ومعاشه 1.5 مليون ليره وعندك ولدين وانت ما بتشتغلي. صح، وبيتكم اجار. انا اول شيء كثير تفاجأت وكثير مبسوطه، يعني عن جد كنت على طول احضر يقول لا انا ما راح يجيني وقت انه يجوا لعندي، هول كلهم بالتي في بس، او اوقات كنت اقول انه في عالم كثير بحاجه اكثر، انا ما لنا وقتي. فهلا هيك عن جد الرب بعتكم، كثير فرحانه فيكم، ما بقى مش عارفه شو بدي اقول لكم، لانه اللي عم تعملوه كثير عم تفرحوا قلوب. شو بتتوقع انه نعمل لك؟ هلا مثل ما بشوف انا بتعملوا العجايب. انت شو اكثر شيء ناقصك بالبيت؟ انا صراحه تخوتي مكسرين، البراد عندي على طول بينزل مي بيخرب الاكل، الصوفات مثل ما انك شايفه هيك مخزقين. هدول قد ايه عمر الصوفات؟ زمان، يعني مينيموم شي 10 سنين 9 سنين. وكيف تخزقوا هيك بهي الطريقه وانت جبتيهم مستعملين؟ انا جبتهم مستعملين وزاد ال معاشه لجوزك 1.5 مليون ليره وانت عندك ولدين وما بتشتغلي، مين بيساعدكم؟ كيف شو كيف بيأديكم هيدا المصروف؟ صراحة منجرب قد ما فينا، يعني أنا وجوزي شبه إذا بدنا نقول عايشين، بس نشكر الله في كتير أهل وأخوة هيك بيساعدونا، بس بيساعدوك بلقمة أكل، بيساعدوك بشي مثلا حلو هيك للولاد. مثل شو؟ يعني مثلا لبنة، جبنة، أوقات بيكون مثلا الولاد عم يستحلوا فواكه، كون منا قدرتي، هلا الفواكه كلها كتير غالية. بصدق بصلي بقول له يا رب انا ما بدي ناقص شيء على اولادي، يعني انا بجوع ما عندي مشكله، بس اولادي لا ما يجوعوا. فجاه بلاقي حدا هيك مثلا جاي جايب لي فواكه، كان من الاهل من الاخوه، بشكر الله يعني. بس لاقول لك عايشين هلا كلمه ولا ورا، واتكلنا على الرب. لهيك انا اليوم جيت عندك واخترتك لانه بعرف قد ايه انت بحاجه انه انت واولادك وجوزك انه بحاجه لحدا يساعدكم، ولكل اللي عم يحضرنا هلا اليوم كمان اللي بيقدر يساعدكم. يعني ابسط الاشياء انه الواحد يقدر ياكل ويشرب ونام انه مرتاح، انت يعني عم تطلبي يعني اكل وشرب وما يجوع اولادك. عن جد حالتك كثير اثرت فيه وزعلت، ونحن حدك هلا بهيدي الفتره. وجودكم اكيد بركه، وانا عن جد مش عارفه كيف بدي اتشكركم. قلبي ما يدق بصراحه، لانه كنت اطلب كثير من الرب بس ما كنت متخيله انه يتحقق، وعلى طول كنت اقول ايه في غيري بعد اقل، يمكن بعدنا انا بجوع بس ولادي بعد ما جاءوا. يعني اوقات بتنام، يعني بتحسي حالك نايمه انت بلا اكل جوعانه اوقات كثير، يعني ان كان انا وان كان جوزي بنقول معلش ما بناكل، مهم الاولاد ياكلوا. تاني نهار مثلا رب بيسدد هذا الاحتياج. قد ايه مستاجره صار لك البيت هون؟ انا لي تقريبا 3 سنين 4 سنين. اوكي، وقد ايه اجار بيتك؟ 600,000. كيف عم تقدري تدفعيهم كمان للاجار؟ كنت بالاول عم بقدر، انكسرت فتره، في هيك ناس كمان ساعدتني باجار البيت، بس لما اطهر لبرا لانه ما في عندي ملجا. اهلي بالشمال واهله كمان شوي بعاد. مجبورة تضلي هون بالبيت. في عندي عمي كمان مريض صحيا، يعني ما فينا نكون حتى معهم بقلب البيت حتى لو كانوا مش كتير بعاد، فما عندي حدا يعني هلا هون، بس كمان ما حدا بيتركنا. بتضلك عندك عبء انك تطلبي من الاخر، بتحسي اوقات يعني بتنزلي كرمال ولادك.